بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة ان شاء الله هتعرف في الفيديو بتاعنا على ازاي احنا ممكن نزود الفلوس في الكارير مود الخاص بفيفا، سواء فيفا 20 او 19 او 18، كله هيطبق عليه نفس الفكرة. نبدأ الشرح. اول حاجة هنحمل البرنامج ده، هيكون سايب الرابط بتاعه في الوصف تحت. نعمل تسطيب عادي جدا. بعد ما نخلص تنصيب البرنامج هيكون عندنا هنا ندور عليه شيت انجن، هنفتحه ونخليه مفتوح معانا هنا. بعد ما نخلص ده نفتح اللعبة. بعد ما نفتح البرنامج نخش للعبة. انصح بان احنا نعمل حفظ مؤقت على جنب، يعني بعد كده نخش على هنا في الترانسفير بادجت، نيجي على بادجت ونشوف معانا كام. نلاحظ هنا الفلوس اللي معانا اللي هي 23,889,898. بعد كده نطلع بره ونخش على برنامج شيت انجن، هنختار اللعبة نفسها من القايمة دي، هندوس هنا. بعد كده نختار اللعبة من هنا وندوس اوكي. في الخانة دي اللي هي مكتوب عليها value هنكتب نفس القيمة اللي طلع قدامنا بدون ما نحط اي فاصل في النص، وندوس سيرش او انتر. بعد ما خلص البحث من ديك القيمة دي هندوس عليها هنا وندوس على السهم ده، ندوس هنا تحت وبعد كده ندوس انتر. تمام، هيطلع هنا الرقم اللي احنا عايزينه. ممكن بقى نحط اي رقم احنا عايزينه براحتنا. مثلا بالرقم ده وندوس اوكي. بعد ما نخلص هنا نخش اللعبة تاني، هنطلع. هنلاحظ هنا ان الفلوس ظبطت تماما وبقى معانا مبلغ كبير. طبعا ممكن نعمل نفس العملية دي في عملية انتقال اي لاعب. يعني لو دخلنا على انتقالات مثلا، حبينا نتعاقد مع اي لاعب ايا كان مين، افترض مثلا هو طلبوا المبلغ ده، هنروح نطلع بره تاني نخش على البرنامج. اهم حاجة ان احنا نمسح القيمة اللي احنا عدلناها دي وندوس يس. بعد كده نعمل نيو سكان، نخش على نيو سكان نكتب نفس الرقم اللي واضح قدامنا هنا. نعمل سيرش. لاحظ ان اكتر من قيمه هنحددهم كلهم بالمنظر ده، وندوس برضو على السهم. ننزل على السهم تحت وندوس كنترول A او نعلمهم كلهم وندوس انتر. كان يختار القيمه اللي احنا عايزينها، وليكن مثلا 50 مليون. اوكي، هنيجي هنا نخش على الانتقال، ندوس على الكاونتر. هنلاحظ ان هنا المبلغ اتحسن معانا، اتظبط معانا بقى 50 مليون. ندوس اكسبت كده يكون خلص الانتقال فعلا بالمبلغ اللي احنا عملناه. كده يكون انتهى الشرح النهاردة. اذا كان في اي استفسار او تعليقات اسيبها تحت في التعليقات، ونحاول احنا ان شاء الله نرد عليها باسرع وقت ممكن. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.